إذن إلى أن يجهز الزميل عبد الله، طبعا نحن متواصلين معكم. مذكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، نحن مباشرة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 36، العديد من الشخصيات والكثير من المثقفين والأدباء، علما بأنه ما شاء الله اليوم يعني الحراك في معرض الشارقة الدولي للكتاب كبير جدا، جاء الجميع من كل فج عميق ليحضروا هذا الحدث الثقافي الأهم حقيقة، ليس فقط على مستوى إمارة الشارقة وإنما في على مستوى دولي، دولة ومستوى دولي. يعني احنا لاحظنا ان الكثير من دور النشر الأجنبية العربية جاءت ايضا لتعرض منشوراتها وإصداراتها، والكثير من ورش العمل هنا وهناك. الفعاليات طبعا ليست فقط فعاليات لها علاقة فقط بالكتب وإصدار الكتب، لا، هناك ندوات، هناك ورش تعليمية، ورش تعريفية، هناك طبعا فعاليات خاصة بالأطفال، والكثير حقيقة. يعني الذي ينشد أي غاية ثقافية ما سوف يجدها هنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن نريد أن ننتقل إلى ضيفة كريمة انضمت إلينا الآن. ضيفتنا فائزة بجائزة اتصالات لأفضل الرسوم، طبعا لديها الكثير من الإصدارات الخاصة بالأطفال اللي بتتحفنا فيها. فاز كتابها خروف اليوم السابع، وهي الضيفة الكاتبة أمينة العلوي الهاشمي، فاز كتابها بجائزة اتصالات أفضل الرسوم. وطبعا الفائز معنا هنا في الاستديو. أهلا وسهلا فيك أمينة العلوي الهاشمي. لا، أنا مايا فداوي. عفوا، مايا الكاتبة هي. عفوا، مايا فداوي. مايا طبعا فوزك بجائزة اتصالات أفضل رسوم لم يأتي من فراغ. أنت أكيد لديك سجل ولديك تاريخ له علاقة بالرسم الموجه تحديدا للأطفال. صحيح. متى بدأت هذه الهواية؟ وكيف وجهتيها، أو لماذا وجهتيها تحديدا لهذا العالم الجميل؟ يعني أنا وصغيرة، مثل ما كل الرسامين بيقولوا هاي الجملة، إنه من أنا وصغيرة بحب أرسم. كنت كتير عنا كتب أطفال كنت أسرح فيهم كتير، كنت أتفرج على الرسومات حقيقة ساعات. نحن كنا عايشين بجو حرب، فتلفزيوننا كان فيه ألعاب كان قليل، فكان أكتر شيء عنا الكتب. كنت أو أرسم أو أتفرج على كتب، كنت فعلا روح فيهم يعني أسرح منيح بالكتب. نعم. خلال السنين الدراسية بالمدرسة كمان كنت كل الوقت أرسم بدل ما أدرس، فما كان عندي كتير حيرة أني أنا وقت ما أختار الاختصاص بالجامعة لازم يكون رسم ونحت. فهيك صار، درستي الرسم والنحت، درست في كلية الفنون في الجامعة اللبنانية. صحيح. نعم. وخلصت وأنا توقعت أنه بس أتخرج رح أرسم لوحات وبيع، والعالم رح تتهافت على لوحاتي ورح صير عالمية فجأة، يعني مستوى عالمي جدا. فطلعت على الحياة وطلع الموضوع مختلف تماما، اضطريت اشتغل شغلات تانية. نعم. فرسمت بشركة إعلان، ورسمت مع أصحابي على الحيطان يعني مع شركات ديكور، نرسم زخارف ونرسم، فكتير شغلات ساعدت بهذا المجال. بالصدفة أنا توجهت على كتب الأطفال، صدفة بحتة، اللي هي عملت مرة كالندر اللي هو الرزنامة، أو الرزنامة، نعم، عملت رزنامة مع شركة إعلانات، فشافتها ست وثاقبت هيدي الست، كان عندها دار نشر وعجبتها الرزنامة كتير، وهي عندها كانت فكرة كتاب تعملها. عملنا أول كتاب 2004، من 2004 لهلأ
تقريبا صاروا 40 كتاب، يمكن تخطوا ال 40 كتاب. انجزتي نعم. اكثر من يعني أنا والله مني اكيد اذا 39 ولا 41، بس هو يا هي يا هي ما عاد. يعني انت مضطره تقراي القصه؟ طبعا 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 بدي اقرا القصه وبدي اعيشها وبدي اعمل بحث طويل كثير قبل ما اعمل كل قصه. يعني عندي على كتافي بيكون في مسؤوليه كثير كبيره، خاصة إذا عم نحكي عن كتاب مثلا عادات وتقاليد لنقول الصين أو البرازيل، أو إذا بدي أحكي عن لبس معين ببلد معين. يعني في أمانة أنت عم توصليها لجيل كامل، فأنت ما فيك تشتغلي شو ما كان بدون دراسة بدون بحث بدون ما تفوتي بكل التفاصيل وبكل المعلومات لحتى تقدر توصلي الصورة بأمانة كاملة. يعني عن جد أنت عم تنقلي صورة لأجيال. حدثينا عن الكتاب اللي فاز حقيقة، اللي هو الكاتبة أمينة العلوي الهاشمي، اللي هو مش أنت طبعا، أنت فادية مايا فداوي. هذا الكتاب هو من رسومك أنت، وفاز الكتاب عن أفضل رسوم. صحيح. ما قصة هذا الكتاب بالضبط، ولماذا فاز دون الكتب الأربعين الأخرى اللي قسمتيها؟ الحقيقة هو أنا فزت كم هو هذا الكتاب معكي؟ نعم. هو نفسه؟ خروف اليوم السابع. طيب فلنتصفحه. أي طبعا. أي ياريت لو بس مخرجتنا تعطينا. أيوة حلو جميل الصورة. احكي لي القصة. القصة بتحكي عن عادات وتقاليد عندما بيخلق ولد طفل جديد بقلب عائلة، بس من وجهة نظر ثلاث قطط، مش من وجهة نظر بشر. يعني ثلاث قطط عم بيشوفوا شو عم بيصير بهيدي العائلة. القصة عم بتصير أحداثها بالمغرب. نعم. وبالمغرب في عادة العقيقة، أو يمكن بتصور هي كانت بكل العالم العربي، العالم الإسلامي كله، بالعالم الإسلامي كله. نعم. كانت موجودة. نعم. وهلأ خفت كتير، بس بعدها بالمغرب موجودة. فهيدي العقيقة هي الخروف اليوم السابع. فأنا لحتى قدرت أرسم الكتاب دعتني مدام أمينة على المغرب، وعشت حالة المغرب. يعني شفت التفاصيل كلها من الهندسة للتياب لكل شيء، يعني حتى الأكل حتى الموسيقى، حتى عشت حالة المغرب للآخر. العادات والتقاليد في المغرب، العادات يعني ما شفت أنا العقيقة، لا شفت الحياة، شفت الحياة اليومية. نعم. كيف عم بتصير. فقدرت لأنقلها بأمانة. وجاب الخروف هنا، جاب المسكين جاب الخروف. بس نحن عم نشوف شو بيصير بالخروف، يعني انه كان في خروف بس بطل. بس خروف جميل دعانه، يعني رسمتيه بشكل جميل انه ما يهون ابدا انه ينذبح. طيب فيعني حاولت انقل التفاصيل، الزخارف، البلاط، الزخارف، السيراميك اللي بيشتغلوه، العبايات، حتى شوي الموسيقى. صحيح. حتى في لبس مغربي رسمتي، لبس التقليدي المغربي. بالضبط. صحيح احسنتي. فهذا هو الكتاب. ليش اخذ جائزه؟ هلا انا ما بعرف ليش اخذ جائزه، يعني بس انا رح اقول لك انا كيف بشوف الكتاب، انا شو بحب يعني شو عشوب بضوي على بالكتب. انا عم بشتغل كتب. لا. انا حدا من مشجعي رسم اليدوي، فبالنسبه لي شغل الايد هو يعني بالنسبه لي في لا. رسامين ديجيتال رائعين فظيعين لهم كل الاحترام، بس انا بالنسبه لي الشغل اليدوي هو روح، هو عم تحطي عن جد انت من روحك. ما في عندك حاجز بينك وبين اللوحه، ما في منك عم ترسمي على ازاز، انت عم ترسمي عن جد على ورقه. فانا بكون عم بتمتع انا وعم بشتغل. يعني انا بعتبر حالي محظوظه اني انا بشتغل بشيء انا بعشقه. واضح. من انا وصغيره انا بعشقه. واضح انه انت في حاله عشق بينك وبين الرسم، يعني باين من حقيقه صور معبره. انت انا يمكن تعمدت اطلب منك تروي لي القصه حتى اربط ما بين القصه وبين صورك. ايه. وارى مدى تاثير تلك الصوره علي، يعني هل اوكي. وصلت القصه ولا لا، ويمكن من هنا يعني الكتاب اخذ جائزه افضل رسوم. في ترابط بتصور، في مطارح كانت الصوره عم بتضيف للنص. يعني انا بحاول اني ما ترجم الجمله مثل ما هي بالصوره، بحاول اني اضيف من عندي، اضيف تفاصيل صغيره، اضيف
ضيف هيك حركه شوي بتضحك. انا حدا شو بروح على الكوميك يعني على الكوميك على البهجه الضحكه المزحه اي شيء خفيف يضحك العالم. هون عم نشوف تفضلي عم نشوف هون القطط البسينة اللبنانية البسينة هلا هذا هذا الجزء الثاني. الجزء الاول كان لما حبلت الام ولما اجت البيبي وكيف هن تعاطوا مع الموضوع. هون اجت البيبي صارت بقلب البيت بس الاهل عم يعطوا الاهتمام للقطط مش بقى للطفل مش بقى للقطط يعني القطط زعلوا القطط زعلوا فصاروا عم بيشوفوا كمان شغله تانية هون لما جدة عم بيأذن لها بدينتها للطفلة الأذان فهون عم بيشو هيدا عم بيصير فبتقلهم الست إنه هيدا هو الأذان يلي بيأذن الجدو بدينتها العلياء هيدا إنه عاداتنا وتقاليدنا. ف بيصيروا بيقربوا حواليها للقطة هون لم تسمع لما تسمع القطط نياء 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 تجلس حول مريم وعلياء تقول لها مريم بلطف لا يجب أن تلمسي علياء لأنها صغيرة وضعيفة. القطط تفهم الكلام وتطيعها. رائع. أنا يمكن هنا وأنت تحدثيني عن الصور أنت أكيد يجب أن تكوني بالإضافة إلى كونك رسامة مبدعة بنظري وهذا موجود فيك أصلاً يجب أن يكون تكون هكذا موهبة موجهة للطفل على علم ودراية بسيكولوجية الطفل بنفسية الطفل صح بمداخل ومفاتيح الطفل لأنه عالم الطفل ليس بالعالم الساذج لا أبدا ذكي كتير وعميق كتير فما هي تلك الرسوم التي ترين أنها فعلا تصل بصدق إلى الطفل يعني وبدون أن نشعره بأننا يعني أن هناك نوع من أنواع الاستغفال إذا جاز لي التعبير أو مثلا استخفاف بأنه كونه طفل فأي نوع الصور لتوصل أكثر؟ هلا انا لاني جاي من خلفيه فنيه او انا دارسه فنون جميله رسم ونحت يعني ما درست illustration art ف شوي انا لما بعالج شغل بعالجه على اساس انه هو لوحه اكثر من انه هو كتاب للاطفال. انا بشوف كل لوحه عم بشتغلها يعني كل صفحه عم بشتغلها لكتاب الاطفال بشوفها ان هيدي لازم بيوم من الايام بدها تتعلق وتكون لوحه. فانا عم بعطي الولد فن بس بكتاب يعني ما عم برسم له شيء بسيط انه طيب اوكي العلياء عم تبكي والقطط قاعدين بعيد ف لا عم برسم الجو كله لحتى عن جد يحس بالحالة يحس بالتفاصيل يقول مثل اللي أنا كنت أقوله أنا وصغيرة أنه ياي كيف مين اللي رسم هيدا الشيء وكيف. أنا في شغلة بتعز علي بالنسبة لحصة الرسم بالمدارس ما بتاخد حقها أبدا صحيح. ما بتاخد حقها صحيح. والأطفال بيقولوا أنه يعني أنا علمت فترة كتير قصيرة بس ما تحملت الأطفال لما بتعطيهم حصة الرسم بيقول لك طب أنا شو بدي أشتغل لما أتخرج هذا نفس الشيء شو بستفيد أنا شو حأشتغل شو حأستفيد هذا نفس الشيء اللي أنا كنت فكره قبل ما أدخل على الجامعة اللبنانية وأدرس رسم. فكنت أقول طب أنا شو بدي أعمل في مجالات بالرسم وبواب بالرسم إلى يعني إلى أول ما إلى آخر يعني بواب بتفتح مثلاً. ما بتعود بتسكر أعطينا عندك مثال. رسم الجدران عندك رسم الدعايات عندك الأفلام الفيديو كليبات لا صار عندنا الابليكيشنز الجيم ابليكيشنز عندنا كتير شغلات عندنا كتب الأطفال عندنا فيديو كليبس عم تنعمل كرتون يعني عن جد مجال كتير واسع يعني لو حكيتك لبكرة شو في مجالات بالرسم ما بتخلص. مشكلة المدارس بالعالم العربي انه نحن عم نسلط الأضواء بس على العلوم الـ الأحياء واللغة الإنجليزية حتى العربي نحن بلشنا نخسره فهيدي هي إنه نحن لازم أنا عم بحاول فرج العالم إنه لا نحن قدرانين نعمل شيء
طيب من ينتقدك أكثر؟ الطفل؟ هو طبعا هو المفروض هو الطفل ينتقدك، لكن أيضا يعني لا أخفيك سرا، أنا من قارئات كتب الأطفال. أنا أحب قراءة كتب الأطفال. يعني هذا لكن إليك مني نسخة إن شاء الله أتمنى طبعا. أوكي أكيد أكيد أكيد. أحب أقرأ عالم الأجواء، لأن الفكرة تصل إلى في قصص الأطفال برأيي أيسر وأسهل من تلك التعقيدات التي نجدها في كتب الكبار. يعني فكرة ممكن الكاتب يعني يأخذ منه فترة طويلة ويلف ويدور مثل ما يقال باللهجة العامية حتى تصل الفكرة، وهذا طبعا وهذه مدرسة تحترم. صحيح. ولذلك أنا أحب قصص الأطفال. فطبعا نقدك الأول هو الطفل، أليس كذلك؟ هو الطفل وماما. والدتك ماما عندها نظرة كتير ثاقبة وكتير كتير بتهمني، فماما هي اللي هيدا ليش هيك، او بس انه هي اجمالا راضيانه، بس لما بيكون في شيء مش راضيانه عنه انا دغري بعرف. رسامه ايضا؟ لا 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 ابدا مش رسامه، بس عندها نظره ثاقبه، عندها ذوق طبعا. وكريم وسلمى اولادي كمان عندهم انتقاد لذيذ، وامرار بيسالوني اسئله بكون عم بشتغل على لوحه معينه بقلب كتاب، بانه طب هيدا ليش هيك، ما انا شايفتها انه بركي بتغيريها عشان ما فهمي هيدا شو. يعني طبعا بتغير من اجل طبعا. الله يحفظ لك يا ام. ان شاء الله انا سعدت جدا معك مايا فداوي الفائزه بجائزه الصلاه لافضل رسوم. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام احنا متواصلين معكم، وطبعا الاجواء الثقافيه لا تكتمل بدون ان نرصد الاحداث، والاحداث يرصدها لنا الزميل عبد الله سالم. اليك عبد الله. ناخذ